أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حديث الطبيب. في هذه الحلقة سنتحدث عن قضية التداوي الذاتي أو الاستخدام العشوائي للأدوية في المنازل، ونستضيف لنقاش هذا الموضوع الدكتور محمد علي والمحمد الباقر. أهلا وسهلا بكم سعادة الدكتور، ونشكركم على قبول الدعوة، ونرحب بكم في قناة المرابطون. إذن دكتور، في البداية ماذا نقصد بالتداوي الذاتي أو الاستخدام المنزلي للأدوية؟ شكرا لكم، نشكر قناة المرابطون على اهتمامها بشؤون المواطن واهتمامها بالقضايا المواطن. في الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع من الأهمية بمكان، لأن الموضوع يمس بحياة المواطنين اليومية وبصحة المواطن والمسائل اللي دائما يتعاطاها المواطن. نقصد دائما بالاستخدام المنزلي أو الاستخدام الذاتي للأدوية هو استخدام الأدوية دون استشارة طبيب أو دون وصفة طبية. وفي الحقيقة هذا مسألة كثيرة جدا في مجتمعنا الموريتاني وكثيرة جدا في العالم، لأن منظمة الصحة العالمية حسب دراسة تأكدت أن أكثر من 50% من الأدوية يتم تعاطيها بشكل غير أو أخذها أو بيعها بشكل غير صحي. بالتالي هذه مسألة خطيرة جدا لأنها تمس من حياة المواطن وتمس من حياة الإنسان. إذا الاستخدام الذاتي هو استخدام خطير على صحة المواطن. هو استخدام خطير على صحة المواطن، لأن الأدوية بطبيعتها هي شيء من السموم. الإنسان عندما يستخدمها في غير محلها أو يستخدمها بكمية غير هي الكمية اللي يكتب الطبيب، أو يستخدمها بوقت أكثر من المدة اللي يالتها يستخدم، في الحقيقة تصبح مادة سامة وتصبح مادة خطيرة على الجسم. جيد. إذا دكتور، إذا بدأنا بالعنصر الأضعف في الحلقة وهو الأطفال، الاستخدام الذاتي للأدوية في المنزل لدى الأطفال ما هي خطورته وكيف ترونه؟ فعلا الأطفال هم أكثر متضرر من هذا الاستخدام، سواء استخدام أمهات الأدوية للأطفال أنفسهم من مضادات حيوية ومضادات الالتهاب، مما يسبب إما تسمم إما توليد مناعة لدى الميكروبات، وإما أيضا استخدام الأطفال للأدوية، لأن جميع الأدوية ضارة بالأطفال، لأن الجرعات والكميات التي يجب على الأطفال أن يستخدمون هي كميات محددة جدا ودقيقة، بالتالي حسب الوزن. مجرد زيادة في الجرعة يعني تسمم إما في الكلى إما في الكبد وإما في أي عضو آخر من الجسم. إذن العنصر الثاني وهو النساء، قضية الحمل وقضية الرضاعة وعلاقتها باستخدام الأدوية. فعلا الكثير من الأدوية يمنع استخدامه خلال الحمل، ويمنع استخدامه خلال الرضاعة، يمنع استخدامه خلال الحمل لأنه إما عنده تأثير على الأم نفسها أو عنده تأثير على الجنين، إما بتشوهات وإما بإسقاط وإما بإجهاض وإما بإصابة في بعض أعضاء الجسم خلال فترة الحمل. وهناك أيضا تأثيرات على الرضاعة، لأن هناك بعض الأدوية يمر عن طريق لبن الأم، بالتالي يجد الطفل جرعة كبيرة من الدواء لا يحتاج إليها، قد تسبب له بعض الأعراض وبعض الأمراض الخطيرة. إذن دكتور، إذا دخلنا في تفاصيل الأدوية وبعض العائلات الأدوية، تعرف المجتمع سادت قضية كانت شائعة في المجتمع، قضية استخدام الكورتكويد ولا حب درق درق كما يعرف المجتمع، قضية طبعا كانوا يستخدموها النساء من أجل السمنة. طبعا نحن نعرف ضرر السمنة وتأثيرها بشكل مباشر وعلاقتها وسببها المباشر بأمراض كيف الضغط تانسيون وكيف السكر. هل استخدام هذه الأدوية أو ما تعرف بدرق درق له خطورة على صحة الإنسان؟ هذه المسألة هي مسألة مهمة جدا، وهي أعتقد أنها هي أهم نقطة يمكن أن يستفيد منها المواطن، خصوصا هذه الأدوية اللي تعتقد النساء عنها أدوية يمكن أن تزيد من الوزن، وعنها أدوية يمكن أن تغير البشرة إلى صفراء، أو أدوية يمكن هذه فعلا هي مخلفات من مخلفات هذه الأدوية. أصبحت المرأة الموريتانية وأصبح العامية الموريتانية يستخدمون هذه الأدوية من أجل تحصيل هذه الأشياء، إما بسمنة وإما بتغيير البشرة، وهذه الأدوية خطيرة جدا، لأن السمنة بطبيعتها خطيرة، وخصوصا عندما تكون عن طريق هذه الأدوية، لأنها تسبب زيادة في الأملاح في الجسم، وتسبب زيادة في الضغط، وتسبب قرحة معدية، وتسبب قصور في الفوق كلوية، وعنده الكثير من المخلفات
وزيادة في السكري أيضا، لأن من كثير من الحالات اللي عيد نجد سببها كان استخدام هذه الكورتيكويد أو ما يسمونه حب الدرق الدرق، سواء كان عن طريق الحبوب أو سواء كان عن طريق المرهم أو يعني عن طريق الأبليكاسيون لوكال. هذه مسألة خطيرة جدا ومخلفاتها كثيرة خصوصا لدى النساء، لأنه يسبب دائما ارتفاع في الضغط، يسبب دائما مرض السكري، يصبح هناك مرض السكري، وبالتالي هذه اعتقد انها ظاهره خطيره جدا، لانها يعتقدون انهم يحصلون صحه وانما هم يهدمون صحتهم ويتسببون في الامراض ويتسببون في المسائل الخطيره، لان هذه الادويه عاده عندما تعطى تعطى بجرعات محدده وبمده معينه، لانه عندما تزيد عن هذه المده يمكن ان يتسبب ذلك في بعض الامراض، بالتالي ما بالك لو استخدمنا هذه الادويه استخدام بدون علم الطبيب واستخدام مفرط ايضا، وهذه حالات كثيره، وهذه الدواء من اكثر الادويه التي تستخدم المجتمع الموريتاني. جدت لذلك دكتور قضيتم لقطعهم بشكل مفاجئ ولا قطعهم بعد استخدام طويل، قطعهم بشكل مفاجئ قد يؤثر كما فعلا قطع بشكل مباشر، هذه حقيقة نقطة مهمة، لأن هذه الكورتيكويد عادة في مدة معينة عند يالة الطبيب الطريقة التي يقطع بها يكون طريقة تدريجية. المواطن البسيط اللي يستخدم هذه الأدوية بدون علم الطبيب عادة يقطعها بطريقة مفاجئة، وهذا هو اللي سبب القصور فوق الكلوي اللي تكلمت عنه بمخلفات هذا الدواء له. إذا انتقلنا إلى نوع آخر من الأدوية وهو أدوية مضادات الالتهاب هذا، وعلى رأسهم طبعا أسبيجيك هذا وإيبيبروفين، استخدامهم تأثيرهم على المجبنة هل له خطورة؟ هل هم استخدامهم خطير بدون وصف؟ مضادات الالتهاب هذا الدواء أصبح أيضا استخدامه كثير في آلام الأسنان وفي الآلام كلها، وأصبح عادة أعتقد أنها عادة سيئة عند المجتمع الموريتاني، هو الاستطباب والتداوي المنزلي أو التداوي الشخص لنفسه بدون علم الطبيب، وهي ظاهرة سيئة جدا، لأنك تجد فرد اكتب له الطبيب دواء معين وكان يعطيه الدواء اللي هو فعلا ينفعه، عنده نفس الأعراض، اجبر مريض آخر في الأسرة أو يعرفه ولا شيء لا يجي يقول له هذا الدواء هو نفس الدواء، هذه الأعراض هي نفس الأعراض اللي عندي، هذا الدواء فات أعطاه لي أنا الطبيب، بالتالي أنت يعطيك تستخدم هذا الدواء، وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن الأعراض تختلف والأمراض تختلف، وكثير من الأمراض تجد فيها نفس الأعراض، بالتالي هذا هو دور الطبيب، لأنه هو اللي يحدد من درى كان ذا الدواء هو يالط الإنسان يستخدمه ولا ما، من درى ذا الدواء هو أين تيارته يستخدمه، ومن درى كان ذا الدواء هو كان يحتاج لدواء آخر معه لحماية المجبنة كيف مضادات الالتهاب، لأن مضادات الالتهاب دائما يسبوا قرحة معدية، ودائما عندهم خطورة على الكلى، لانهم يسبوا دائما قصور في الكلى عند من يستخدم الانسان، وخصوصا عند من يقلل معاهم من الشراب، وعندهم ياسر من المخلفات الاخرى، بالتالي استخدامها المفرط عند من يحس الانسان بانه يوجع ضروس، والله عند من يحس الانسان انه يوجع ظهر ولا يوجع، ينقال له هذا الدواء قد اعطاه لي انا الطبيب ومعلوم في هذا المجال، ظهر لي عن هذا مساله شائعه جدا وخطيره. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لمناقشه الموضوع، فابقوا معنا.